برتاح وبطمن، وانا في حضنك هخاف من ايه؟ خافي من ربنا يا تربية وسخة، خافي من بكرة هخليه يكسر عظمك. لا ما هو ربنا، دي اغنية والله العظيم، دي اغنية. لا 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 والله العظيم اغنية. لا بقول لك يا زمكس، والله هي دقيقة، لو ما نزلتش هنمشي. يا اسطى انا نازل والله، بس نازل لكم اهو. سلام. أم انا نازل، عايزة حاجة؟ أيوة. نعم. كنت عايزة شوية طلبات بس كده صغيرة. مش كنت عايز ايه؟ بص يا سيدي، عايزك طماطم كل خيارك اللي كويسة، وكل بطاطس، وجزء مكرونة في الشعرية، وجزء عصفور مع المحلة على آخر الشارع. وانت ونازل خد الزبالة معاك. يا عم بقولك، صحابي واقفين مستنيين تحت، متأخر عليهم، مش هلحق اجيبلك انا كل ده. صحابك؟ طب مفيش نزول غير لما تجيب الحاجة دي.